لا حول ولا قوة إلا بالله. النهاردة وزارة الخارجية طلعت بيان قالت فيه إن السيد سامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد عبعاطي وزير الري الموارد المائية والري شاركوا في الاجتماع السداسي الذي عقد لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وأثيوبيا برئاسة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي. مصر أكدت خلال الاجتماع على استعدادها للانخراط في مفاوضات جادة وفعالة من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك تنفيذا لمقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي التي عقدت على مستوى القمة خلال الأشهر الماضية للتشاور حول قضية سد النهضة، وبما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ ويؤمن حقوق مصر ومصالحها المائية. البيان بيقول، مش أنا اللي بقول، وقد أخفق الاجتماع في تحقيق أي تقدم بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية، حيث تمسك السودان بضرورة تكليف الخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الافريقي بطرح حلول للقضايا الخلافية وبلورة اتفاق سد النهضة، وهو الطرح الذي تحفظت عليه كل من مصر واثيوبيا، وذلك تأكيدا على ملكية الدول الثلاث للعملية التفاوضية وللحفاظ على حقها في صياغة نصوص واحكام اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، خاصة وان خبراء الاتحاد الافريقي ليسوا من المتخصصين في المجالات الفنية والهندسية ذات الصلة بادارة الموارد المائية وتشغيل السدود. ومن جانبها أعربت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا عن أسفها لعدم تحقيق أي اختراق المأمول في المفاوضات، وذكرت أنها سوف ترفع تقريرا إلى الرئيس سيريل رامفوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا حول ما شهدته المباحثات ونتائجها، وذلك للنظر في الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتعامل مع هذه القضية في الفترة المقبلة. على التليفون معي الأستاذة الدكتورة نجلاء مرعي المتخصصة في الشأن الإفريقي والشأن الأثيوبي. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتورة. أهلا بحضرتك أستاذ سعيد. أهلا بحضرتك سادة المشاهدين. والله يا دكتورة أنا الكلام البيان اللي أنا قريته ده قريته مثلا عايز أقول لحضرتك تقريبا 3000 مرة. نعم. بقراه نفس أخفقنا أخفقنا أخفقنا، وفيما نعم. يبدو أننا كل المجموعة أدمنت التفاوض من أجل التفاوض، حتى التفاوض لم يعد من أجل التفاوض ولكن التفاوض أصبح من أجل اللا تفاوض، فماذا ترى يا سيدتي؟ نعم أستاذ سيد، للأسف فعلا اجتماع اليوم يعني أخفقت المفاوضات فيه، وأنا من وجهة نظري ده كان متوقع بصراحة. أولا لأن في تباينات شديدة ما بين الدول الثلاث، مصر طبعا بتطلب وبتصر على اتفاق قانوني ملزم، اما السودان فبيركز مطلبه في هذه الفتره على وجود الخبراء الاتحاد الافريقي، وده انا من وجهه نظري فيه غموض كبير في الموقف السوداني، لان المستفيد الاكبر من خبراء الاتحاد الافريقي هو اثيوبيا وليس يعني حتى وليس السودان ولا مصر، كانه بيغيب على الطرف السوداني المشهود له بالكفاءه حتى من الناحيه الفنيه هذا الطرح. يعني الجانب المصري استاذ سيد بيشكو فعلا خبراء الاتحاد بيغيب عنهم كثير من النواحي الفنيه، مش مؤهل لدراسه يعني وضع حلول لسد بهذا الحجم. ومع ذلك المفاوضات يعني تمت، متوقع ليه؟ لان دي يا استاذ سيد نهايه فتره رئاسه دوله جنوب افريقيا للاتحاد الافريقي، ثم هتنتقل بعد ذلك للكونغو الديمقراطيه وكانها مفاوضات لتحسين صورة دولة جنوب أفريقيا في نقل الملف من مجلس الأمن إلى الاتحاد تحت رعايتها. أثيوبيا للأسف بتعيد نهج خطير جدا، هو النهج الحلول الجزئية، يعني تريد أن تتوصل الدول الثلاث لاتفاق مؤقت بيحكم الملء الأول بس، وما نتكلمش ولا على تفاصيل هو حدة الجفاف ولا تسوية المنازعات، ولا أن هي توقع اتفاق ملزم من الناحية القانونية، وبتحاول الضغط على النهج ده مع اقتراب موعد الملء الثاني في يوليو 2021، رغم ان مصر بتصر ان احنا لازم نواصل المفاوضات بجديه، احنا مش عايزين نضيع وقت، يعني اثيوبيا للاسف بتكسب الوقت في هذه المرحله. فمن وجهه نظر اثيوبيا بتعلن ان هي مش هتوقع على اتفاق ملزم. مصر والسودان بيصروا على قانونيه حل او اي خلافات مستقبليه بعد كده. الاخطر من ذلك استاذ زايد ان هي في المفاوضات الاخيره
اثيوبيا استخدمت تكتيك جديد او تكتيك متعارف عليه، هو الادعاءات القانونيه. بتقحم المفاوضات الخاصه باتفاق تقاسم المياه كمساله اساسيه في مفاوضات سد النهضه، وده مش مطلوب. احنا امام يعني بتعلي من مبدا او نظريه الصحيفه البيضاء، هي مش عايزه تلتزم باي معاهده. فده نهج خطير من وجهه نظري بتنتهي جوه اثيوبيا. دكتوره نجلاء، الحقيقه أنا الماء في فمي، يعني أنا الحقيقة مش قادر أتكلم، ولكن إلى متى يا سيدتي؟ إلى متى يا دكتورة نجلاء؟ نعم، هو إحنا دلوقتي قدام يعني لو فشلت المفاوضات وبنهاية هذا الشهر، فإحنا قدامنا خيارين. طبعًا هتنتقل للمفاوضات برعاية الكونغو الديمقراطية، ولو إن ديت برضو مش يعني زي ما بيقولوا مش هتبدي كتير، لأن للأسف الاتحاد الأفريقي غير قادر على حل الأزمة. في ساعتها لا اما نرفع الامر لرؤساء الدول الثلاث عشان نوصل لحلول، مش عشان ندعو لمفاوضات، في فرق. احنا عايزين نوصل لحلول، لان اثيوبيا من صالحها استهلاك الوقت. رغم وفي حاجه عايزه اوضحها، ان رغم ان اثيوبيا بتصر دائما ان هي ملتزمه باعلان المبادئ 2015 وهي بترفض اي حاجه غيره، ولكن في نفس الوقت بترفض اجتماع رؤساء الدول الثلاث. ودي حاجة برضو احنا يعني متوقفين عندها، لإما نرجع الملف مرة أخرى أو اللجوء مرة أخرى لمجلس الأمن. وهنا برضو أوضح إن مجلس الأمن بيعطي أعطى الفرصة للاتحاد الأفريقي مش يتنازل عن الملف. فكده سيعيد فتح الملف مرة أخرى أمام مجلس الأمن، وهو بقى اللي ياخد الإجراءات التصعيدية الخاصة به، سواء يشكل لجان أكثر يعني دقة يعني دراسة الأزمة، لإما يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية ويقول إن أثيوبيا تجاوزت القانون الدولي طبعا بالملء الوحيد. شاكر صدق الأستاذة دكتورة نجلاء مرعي الخبيرة في الشأن الإفريقي. حكاية بقى الفيروسات وحكاية كورونا، هل العلاقة الزوجية إذا استقامت يستقيم الإنسان؟ الفرس الزوجي أشنع من الطلاق. إذا كان 40% من نسب الطلاق نتيجة الضعف الجنسي ده الرجال، فتقريبا أكتر منهم بكتير في خرس زوجي موجود جوه الأسرة. مفيش حاجة اسمها أنا بسند نفسي، لأن دي بداية غير صحية. فأنا بسند نفسي النهاردة، أنا بكرة معتمد على الدواء، أنا بعد بكرة ما أقدرش أعمل أي حاجة من غيره. بداية تعاطي المنشطات الجنسية هي بداية لتعاطي المخدرات.